النهارده بقى بناء على رغباتكم اللي بقالكم اكتر من 3 شهور بتطلبوا مني، النهارده عاملين حواوشي. عاملين النهارده حواوشي بطريقتين، بطريقه العيش البلدي العاديه وطريقه كمان اللحم بعجين. انا بحب اللحم بعجين ده جدا جدا جدا. هو بيقولوا عليه ان هو حواوشي اسكندراني يعني. فاحنا النهارده عاملين نوعين من الحواوشي، هقول لكم كل المقادير وكل حاجه قبل ما نطلع فاصل، عشان ان شاء الله لما منى تيجي والمكالمات تبتدي تبقى موجوده من ايه نكون عارفين انا بعمل ايه. خلاص، اول حاجه العجينه اللي احنا هنعجنها عشان اللحم بعجين او الحواوشي الاسكندراني هيبقى عباره عن دقيق وخميره، دقيق وملح وخميره وسكر، تمام، ومعانا بودرة ثوم ولبن بودرة وزيت ومية. دي للعجينة. هنقول تاني العجينة كله مع بعضه في العجانة او على الايد طبعا، بس عايزة ايد قوية شوية. دقيق، خلاص، ده نص كيلو دقيق، المقادير دي على نص كيلو دقيق، نص كيلو كوباية زيت، من نص المعلقة سكر، لبن بودرة، بودرة ثوم، خميرة، ملح، ممكن تحطوا كمان زعتر لو انتوا عايزين، بس هي دي حلوة جدا جدا. وتحطوا المية على حسب العجينة، يعني نبتدي بنص كوباية مية ونبتدي نزود لغاية ما العجينة تبقى ما تلزقش في ايدينا وتبقى متماسكة، نسيبها ساعة تريح خالص، بعد كده نبتدي نفردها ونشكلها. دي العجينة، دي العجينة دي كلها بتتحط في العجانة بطريقه سهله وبسيطه. هنعمل بقى معانا سمسم وحبه البركه للزينه كده، بيديه منظر حلو قوي للعيش. معانا بقى المقادير الحواوشي، خلاص نركز بقى مع بعض في مقادير الحواوشي عباره عن ايه. لحمه مفرومه، بصوا انا بعمل كده، لو كيلو لحمه بحط عليه كيلو بصل، خلاص البصل لازم يبقى مبشور بشر ناعم جدا، بحس ان الميه بتاعته كمان تبقى ايه يعني نازله معاه، بيدي طعم حلو قوي. لحمه مفرومه، بصل مبشور، بودره ثوم، بودره بصل، كزبره، رشه كمون، فلفل اخضر حامي او مش حامي، المهم يبقى فيه فلفل اخضر، كبشه بالظبط، رشه بقدونس، رشه كزبره خضراء، رشه، خلاص، وبهارات حواوشي وبابريكا. انا النهارده يعني نجربها دي بقى، هتعجبكم جدا جدا جدا. ده فلفل احمر مشوي في الفرن، هنعجنه مع عجينه اللحمه المفرومه. دي التركيه اللي انا هعملها عشان برضه احس ان انا ايه عملت تغيير كده للحواوشي. عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين تحطوها براحتكم خالص. الحواوشي بقى من مميزاته ان احنا نعمله ممكن زي ما هو ني كده ونحط في الفريزر ويبقى جاهز على السوا على طول. طيب اهو اللحمه، هنحط البهارات كلها اهي، كلها من اكتر الاكلات اللي بنحب ناكلها بره، يعني بنحس ان احنا مستمتعين في اكل بره. فهو انا هعملها لكم بطريقه سهله وبسيطه جدا، وفي نفس الوقت اكننا بناكل حواوشي من بره، نضمن ان اللحمه نظيفه، ان العيش نظيف، وبيبقى حلو جدا كمان للولاد في المدرسه. بيتقطع كده قربع او بيتعمل ميني حواوشي صغير. معانا فريد، ايوه يا فريد، ما حطيناش البابريكا. طب حاول تكلمنا تاني اهو، ما ننساش كمان الملح والفلفل، والملح ما نزودش قوي لان هو فيه اوريدي كميه بهارات يعني حلوه. خلاص اهو، ملح، فلفل اسود. انا هنا جايبه فلفل قرون، فلفل حامي، وقرون فلفل عاديه. خلاص، طيب هنجيب الفلفل كده، لا نخلي جزء بالفلفل وجزء من غير الفلفل، عشان ايه اللي مش حابب الفلفل اهو، نجيب جزء كده نعجن كله، بعدين نحط الفلفل في الاخر. نحط هنا يعني اهو يا دوبك رشه بقدونس، رشه كزبره، بيديله طعم ظريف جدا. وده اللي مش حراق، ده اللي مش حراق.
ونفتحه كده بايدينا كده، ونبتدي نحط فيه اللحمه. وبصوا يعني نصيحه، ولا نزود اللحمه قوي ولا نقللها، بس ما يبقاش لحمه كتير، مش بيبقى حلو على فكره بلحمه كتير قوي. لحمه يعني كبشه الايد كده، على قد كبشه الايد اهو كده اهو. نحط هنا بقى معلقه زيت، يعني مش كتير، تعالوا بس ايه كده، بصوا اهو هعمله كده، بصوا اللون، انا عايزه اللون ده بقى.